هيدا شقالها الدولدة يدافع فرت المشروع دبو هبين تيين تشقالها الدولدة يجو قاعن كهري يبنك يادونك سر الله قص وقصوا على البنك يادونك يا جواب تكحو سي سيد ووقف راح سيه إن مشروع عني وسوق عارو هير كان معنتر لوران كرهان بليو إسقى أو حسي تعب هذا يا جودهان مسؤولين الصومالي لأن يقدوميها عصب كبحي إن مشروع يبلنقات كها لسوق عارو سيه هير كان جوشة سنمر كان شيء إن شروطه الله بحنا أردن أي إدلادين يدا أو شنتي وقف وجوه رينا أي هيدا شقالها الدولدو أي كل حولتي إسلام مركان أي صوم مرسي امتحان عدالة شدوا قالوا واحد سكون قرب تسكة هذلي قدومية هيدا شقالها الدولدة وحنا هذلي يصير كم دها نانك يسكو هبون اللقاطه كوا صورن بينه أي مشروع عن حوج سارية ما ها مشروع توبر يترين يسمنارو كليا نقنية لكن هو مشروع جوري يجد والبيع قبل البلد جدا بتجي شقالي دولدي نقرني إنه هو بني إنه كوا شريتان كوا يلا بتيجا أديجي بحيان توليجي هاي مشروع عنو مدة بدن قريسكودي بها مالين بقوب سو تاجنا يميسين وانكو فرح سنة ما انتينا وانكو بيجنا يسوق ميسين كيف فرتان كمرية وحنكو صار بيجمي يدو ده فور كيسة إيو يسوق بلوغيس يا باب إيس ما حبوا بيرود حيو أو إن هو بيان شروط إذا ده وارد نكو عاونه إنه بنك يقدر يدو حداد كلمة ها صار مرتان يتلابو ينكه وان يدن عاون دهنا يجو يدي بنكو صار بيجمي هنان كاسو يكو كو هاي شقالو كو هبونين إنه قاضنو ويكون قناع سيهين حرفة دودة امتحان ايه نظام هفنكو صباحا ايه شروطة كالور دارين ايه نصور دم يسترنو كوا مركا لصور دم يسترابون نقول ايه مشروع لوران كارو قوليستي اموال قوليستي حوب كاير ايه كود دهارنا وانكو فرحسن ايه باين تنو قدل قادنو ايه ان ما انت مر ايه نصور ليه هاي ايه ده فرين ايه وانو ده كوكال صنان ايه وانو مر ايه كالين تيانو ورن الكاري لين مشروع عسو قوليستي وحنكو فرحسن ايه نوغو بشاريان شروع يوغو ريه بانجي قادو بحيين تنقيه ee gaadhay heerkii guusha lagu tilmaami kareen in maanta dhex fadhino sidoo kale waxa iyaguna kulanka ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha arrimaha bulshada cadaalada macdanta iyo tamarta iyo sidoo kale mas'uuliyiin sare oo ka mid ah dawladda waxaana hadii ka mid ahaa maanta oo ay bisha 24 tahay bisha November waxaan si rasmi ah halkan u dafurnaa waxa weeye mashruuci dib u habaynta heerada shaqaalaha markaan leeyahay dib u habaynta heerada shaqaalaha uma jeedno in heerada shaqaaluhu kaliya dib u habaynayo heerada shaqaaluhu waxa ka mas'uul tahay shaqaalaha dawladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay mas'uul ka tahay wax walba wuxuu leeyahay tiir uu ka aasaasmo wax kasoo la dhisaya tiir uu ka aasaasmo magaalada Hargeysa waa ogeydeen oo waxay noqotay magaalada duntay dagaaladii dowladdii siyaad barre oo korka markaad ka barto barkadaad moosi meel aad duusanayn kuma jirin maantana waa magaalo haddii aad tiirka u taagin aqal kusma taabo launchinka daafurka mashruucan really muhiimka ah hay'adda shaqaalaha iyo muxuu ahaayay wasaaradda shaqaalaha ايو برجاتا قشينتو اي كسو شقيان كنت وا فرحد وين انا نو قايب قايب كان نقنا وزاره دهان وزاره بعدت اي تمرتا حولها ومالك المالتا مشروع انا انو مالك مالتا انو شرط جلينايو ادي اد بان مرتي اسو دوينن فرحد بينو تهي دمانتين سدا او غدميو شيغي مانتا دافركي ديبا هبينتا شقالها وحلا سوتان قرن كاني قرن سوكرينو ها lagu bilaabay dib habeyn lagu sameeyo hay'adda shaqaalaha cadaaladda tamarta waxbarashada caafimaadka wax kasta oo kamid qarankani in qorshe shan sano soconayay oo taabaray u jiray oo lagu habeynayay dib lagu habeynayay isku soo wado mashruucan ayaa qayb ka qaadanaya sidii shaqaalaha dawladda lagu soo xulan lahaa hab cadaalad ku dheehan tahay maxamed abdullah dahir maxamed haykal carlson tv hargeysa